في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 15 من شهر ربيع الآخر من سنة 34,000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الراجحي في مدينة الرياض لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 6 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. في الدرس الماضي بدأنا بالكلام على باب نوني التوكيد، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سننهي الكلام على هذا الباب. ابن مالك عقد هذا الباب في ألفيته في 14 بيتا، في الدرس الماضي شرحنا منها 5 أبيات ونصف بيت، ونشرح الليلة بقية الأبيات إن شاء الله تعالى، نبدأ بقراءة بقية الأبيات. قال ابن مالك عليه رحمة الله: وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء، والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحخشي يهند بالكسر ويا قوم اخشو وضم وقسم سويا، ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا، واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف، واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. في الدرس الماضي توقفنا في الشرح في أثناء شرحنا لهذه الأبيات، وهي: وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحخشي يهند بالكسر ويا قوم اخشو وضم وقسم سويا. وقلنا إن ابن مالك رحمه الله تعالى تكلم في هذه الأبيات على حكم الفعل المعتل الآخر عند اتصاله بنوني التوكيد، لأنه من قبل تكلم على حكم الفعل مطلقا عند اتصاله بنوني التوكيد، وقال إن الحكم أن يفتح آخره، فتقول في توكيد اذهب اذهبا أو اذهبن يا زيد، وتقول في توكيد الفعل يدعو وأدعو يا زيد تقول أدعون يا زيد، وإرمين يا زيد وإخشين يا زيد، فالقاعدة أنك تفتح ما قبل نوني التوكيد، هذه القاعدة. ثم ذكر بعد ذلك أن هناك أحكاما خاصة بالفعل المعتل الآخر، وقرأنا هذه الأبيات.
والمعتل الآخر إما أن يكون معتلا آخره بالواو كيدعو أو بالياء كيرمي، وهذان تكلمنا عليهما في الليلة الماضية بل في الدرس الماضي. بقي الفعل المعتل آخره بالألف كيخشى في المضارع والأمر ويرضى ونحو ذلك. فنقول الفعل المعتل آخره بالألف كيخشى ويرضى إذا اتصلت به واو الجماعة أو ياء المخاطبة فألفه التي في آخره تبقى أم تحذف؟ الجواب تحذف، وتبقى الفتحة قبله دليلا عليه، كما تقول يا زيدون يا رجال اخشوا ربكم، اخشوا، حذفت الألف من اخشى وأتيت بواو الجماعة اخشوا ربكم. وفي المؤنث تقول يا هند اخشي ربك، اخشي، حذفت الألف وأتيت بياء المخاطبة. هذا ما يتعلق بإسناد الفعل المعتل الآخر بالألف إلى واو الجماعة وياء المخاطبة، وهذا درس آخر لكن لا بد من التذكير به. ثم نأتي إلى الحكم الذي يخصنا في هذا الباب، باب نوني التوكيد، فنقول كيف تؤكد هذا الفعل اخشوا واخشي بالنون؟ هذا الذي يهمنا الآن. فإذا أدخلت نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه سيلتقي عندك ساكنا، اخشوا الواو ساكنة أو اخشي الياء ساكنة، ثم تأتي نون التوكيد وهي ساكنة، إن كانت خفيفة فهي ساكنة وإن كانت ثقيلة فهي نونان أولاهما ساكنة، إذن فيلتقي ساكنان. فكيف تخلصت العرب هنا من التقاء الساكنين؟ نعم، هنا أثبتت واو الجماعة وضموها، وأثبتوا ياء المخاطبة وكسروها، فقالوا يا رجال اخشون ربكم، اخشون ربكم، فأثبتوا الواو لم يحذفوها وضموها للتخلص من التقاء الساكنين. وتقول يا هند اخشين ربك، اخشين ربك، فتبقى فتحة الشين دليلا على آخر الفعل المحذوف وهو الألف. فإذا قيل لماذا لم تتخلص العرب هنا من التقاء الساكنين على القاعدة؟ لأن القاعدة في التخلص من التقاء الساكنين أنه إذا كان الساكن الأول صحيحا حرك بالكسر في الأكثر أو بالفتحة والضم، فإن كان الساكن الأول معتلا تخلص من التقاء الساكنين بحذف الأول، هذا القاعدة العامة، هذا قلناه عدة مرات كيفية التخلص من التقاء الساكنين. إذا كان الساكن الأول صحيحا مثل اذهب الآن، أكرم الرجل، الساكن الأول صحيح وهو الميم في أكرم والباء في اذهب، كيف تتخصم التقاء الساكنين؟ بتحريك الأول، تقول أكرم الرجل اذهب الآن. فإذا كان الساكن الأول معتلا حرف مد أو لين كما لو قلت مثلا أكرموا الرجل،
فإنك تتخلص من التقاء الساكنين بحذف الأول، تقول أكرم الرجل، أكرم الرجل، فتحذف هذه الواو. هذه القاعدة. هنا ما سارت العرب على القاعدة، وإنما تخلص من التقاء الساكنين بتحريك الواو وبتحريك الياء. والسبب في ذلك واضح، وهو عدم الإجحاف بالكلمة بحذف آخرها وهو الألف في إخشاء، وبحذف واو الجماعة التي أسند الفعل إليها، فصار هناك حذفان، وهذا إجحاف. الحذف الواحد لا بأس به، لكن حذفان متتاليان في موضع واحد هذا إجحاف بالكلمة لا تكاد تجده في اللغة. فإذا وجد تمنعت العرب منه ولو خالفت في ذلك طريقتها المعتادة. بعد أن شرحنا هذه الأبيات وعرفنا أثر نون التوكيد في آخر الفعل، سواء كان هذا الفعل صحيح الآخر أو معتل الآخر على التفصيل المذكور، نحب أن نلخص الكلام. خلاصة كل ذلك، يعني خلاصة أثر نون التوكيد في آخر الفعل، فنقول هناك أصلان لهذا الحكم، هناك أصلان، ويستثنى من كل أصل مسألة. الأصل الأول أن آخر المؤكد مفتوح، هذا الأصل الأول، أن آخر المؤكد مفتوح، نحو اذهبن يا زيد أو لا تذهبن يا زيد، وهذا قول ابن مالك، وآخر المؤكد افتح كبرزاء. ويستثنى من ذلك أن يكون الفعل متصلا بواو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإنه حينئذ يحرك آخره بما يناسب واو الجماعة فيضم، وبما يناسب ياء المخاطبة فيكسر. فتقول اذهبن يا رجال، واذهبن يا هند، وهذا قول ابن مالك، واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم. هذا هو الأصل الأول وما يستثنى منه. الأصل الثاني أن الضمائر المذكورة التي تدخل على الفعل وهي واو الجماعة وياء المخاطبة وألف الاثنين، أن هذه الضمائر المذكورة يجب حذفها إن كانت واوا أو ياء، وأما الألف فتبقى. هذا هو الأصل، واو الجماعة وياء المخاطبة عند دخول نون التوكيد عليهما يحذفان، وأما ألف الاثنين فعند دخول نون التوكيد عليها تبقى. نحو تقول يا رجال اذهبن، اذهبن يا رجال، اذهبن، الأصل اذهبوا، اذهبوا، هذا الأصل، الفعل مسند إلى واو الجماعة اذهبوا. طب أكده بالنون، تحذف واو الجماعة وتضم ما قبلها اذهبن يا رجال، وتقول اذهبن يا امرأة، اذهبن يا امرأة، الأصل اذهبي، أدخل نون التوكيد، تحذف يا المخاطبة وتكسر ما قبلها اذهبن يا امرأة،
وتقول اذهبان يا رجلان، اذهبان يا رجلان، الأصل قبل التوكيد اذهبا، اذهبا، أدخل نون التوكيد ها تبقى الألف ما تحذف، تقول اذهبان يا رجلان. وهذا قول ابن مالك. والمضمر احذفنه إلا الألف، فإذا كان الألف لا يحذف فمعنى ذلك أن الواو أو الجماعة والياء يعني المخاطبة يحذفان، هذا الأصل الثاني. ويستثنى من ذلك الفعل المعتل آخره بالألف، الفعل المعتل آخره بالألف مثل يخشى وأخشى، فإن واو الجماعة وياء المخاطبة عند دخول نون التوكيد لا يحذفان، بل يبقيان، الواو مضمومة والياء مكسورة، تقول اخشون يا رجال، اخشون يا رجال، تبقي الواو والجماعة وتضمها اخشون يا رجال، وتقول اخشين يا هند، تبقي ياء المخاطبة وتكسرها. وأما الألف ألف الاثنين فقلنا إنها تبقى ولا يتغير شيء، اخشيان يا رجال. وهذا قول ابن مالك. وإن يكن في آخر الفعل ألف، يعني الفعل المعتل آخره بالألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف ما حكمه؟ فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء، يقول فاجعله ياء، فاجعل الألف ياء، رافعا غير الياء والواو، يعني ما لم تتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبة، لم تتصل بالواو واو الجماعة ولا بالياء المخاطبة، يعني اتصلت بماذا؟ ألف الاثنين، كان تقول اخشى ثم تأتي ألف الاثنين، ماذا تفعل بالألف في آخر الفعل؟ فاجعله ياء، يعني اقلبها ياء، تقول اخشى ياء، قلبت الألف ياء، وألف الاثنين كما هي اخشيا، ثم تؤكد اخشياني، قال كسعين سعيا، هذه سعى يسعى اسعى، هذا معتل بالألف، انقلبت الألف ياء، ثم تأتي من التوكيد اسعين سعيا. فهذا حكمه إذا دخلت ألف الاثنين. طيب وإذا دخلت واو الجماعة ويا المخاطبة؟ يقول واحذفه من رافع هاتين، هاتين يعني إذا دخلت واو الجماعة ويا المخاطبة فإنك تحذف الألف، احذف الألف إذا دخلت واو الجماعة اخشوا، أو ياء المخاطبة اخشي، وفي واو ويا شكل مجانس قفي، وفي واو ويا شكل مجانس قفي، يقول إن واو الجماعة وياء المخاطبة إذا اتصلتا بالمعتل بالألف فإنهما يبقيان وبحركة مجانسة، الواو مضمومة والياء مكسورة، ما مثال ذلك؟ يقول نحو خشين يا هندو، نحو خشين يا هندو، هذه المخاطبة، ويا قوم اخشون، هذه واو الجماعة، يقال يا قوم اخشون أو يا قوم اخشون، روايتان في الألفية، وتكلمنا على ذلك في باب النداء، نداء المضاف إلى ياء المتكلم،
مثل صديقي وقومي، لك فيه أوجه، إما أن تحذف الياء وتكسر ما قبلها يا قوم اخشون، أو تحذف الياء وتضع الإعراب على وتضع البناء على آخر الكلمة يا قوم اخشون، قد ذكرنا ذلك. واضمم وقسم سويا، وقسم سويا يقول إن هذا الحكم قياسي فقسه على كل فعل معتل. فهذا ما يتعلق بحكم آخر الفعل إذا اتصلت به نون الوقاية. ثم قال ابن مالك رحمه الله: ولم تقع خفيفة بعد الألف. ماذا قال؟ ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. في قوله خفيفة وشديدة روايتان في الألفية بالرفع، ولم تقع خفيفة على أنها فاعل تقع، وبالنصب ولم تقع خفيفة على أنها حال، وفاعل تقع ضمير يعود إلى النون المفهومة مما سبق، يعني ولم تقع النون نون التوكيد خفيفة. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت: من الفروق بين نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة أن الخفيفة لا تقع بعد الألف، نحو توكيدك للفعل يا زيدان اذهبا أو يا زيدان لا تذهبا. إذا أردت أن تؤكد بنون توكيد واقعة بعد ألف كتوكيدك ليا زيدان اذهبا، أكد الفعل اذهبا، نون التوكيد ستقع بعد ألف، أو يا زيدان لا تذهبا، نون التوكيد ستقع بعد ألف، ما الواجب حينئذ؟ يقول: نون التوكيد الخفيفة لا تقع هنا. طيب ما الذي يقع؟ لكن شديدة، لا بد أن تأتي بالشديدة. طيب وكسرها ألف، يعني تأتي بالشديدة وتكسرها، فتقول اذهباني يا زيدان ولا تذهباني يا زيدان. قال تعالى: ولا تتبعاني سبيلا، يعني أنه لا يجوز أن تقول اذهبان يا زيدان ولا تذهبان يا زيدان بنون التوكيد الخفيفة. وعلة المنع هنا التقاء الساكنين على غير حده، أي على غير حد الالتقاء. التقاء الساكنين له حد، ما معنى له حد؟ يعني له موضع قياسي، فإذا التقى ساكنان على حد التقاء الساكنين، يعني في المواضع التي يطرد فيها التقاء الساكنين، فلا بأس بذلك. فإن التقى ساكنان على غير حد التقاء الساكنين، يعني في غير المواضع التي يطرد فيها ذلك، وجب منعه والتخلص منه. فما حد التقاء الساكنين؟ يعني ما المواضع التي يلتقي فيها ساكنان في اللغة العربية؟ هما موضعان: الموضع الأول في آخر الكلمة نحو يعلمون، فإن النون ساكنة والواو ساكنة، وهذا جائز بالطرد، مثل يعلمون، النون ساكنة والواو ساكنة. والموضع الثاني أن يكون الحرف الأول حرفلين،
والثاني حرفا مشددا نحو الضالين. الساكن الأول الألف والساكن الثاني اللام المشددة، فهذا جائز بالطراد. الضالين مثل مدهامتان، وكقولهم دويبة، الياء ساكنة والباء الأولى من البائين ساكنة، دويبة، فهذا حد التقاء الساكنين. فإذا نظرنا إلى مسألتنا هنا وأكدنا بالنون الساكنة بعد الألف، فقلنا اضربان يا زيدان، فالنون ساكنة والألف ساكنة على حد التقاء الساكنين، يعني في أحد الموضعين المذكورين لا، التقى الساكنان على غير حده، الضمير يعود إلى الالتقاء على غير حد التقاء الساكنين. وأما إذا أكدنا بالنون الثقيلة فقلنا اضرباني يا زيدان ولا تضرباني يا زيدان، كان ذلك على حد التقاء الساكنين وكان من أوضاع العرب فصار جائزا. وما سبق من منع وقوع النون الساكنة بعد الألف هو قول الجمهور، وتبعهم هنا كما ترون ابن مالك. وقال الكوفيون ويونس بن حبيب من البصريين بجواز وقوع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف. وحينئذ تبقى ساكنة أو تكسر، فتقول اذهبان يا زيدان أو اذهبان يا زيدان، تقول لا تذهبان يا زيدان أو لا تذهبان يا زيدان، هذا قول الكوفيين ويونس. واحتجوا بماذا؟ احتجوا بأن التقاء الساكنين هنا على حده، يعني جعلوا من مواضع التقاء الساكنين أن يكون الساكن الأول حرف لين مطلقا، سواء كان الثاني حرفا مشددا أم غير مشدد، يقول هذا من مواضع التقاء الساكنين. واستشهدوا على ذلك بشواهد، منها قراءة نافع السبعية ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فسكن الياء والألف قبلها ساكنة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومنها قراءة ابن ذكوان ولا تتبعان سبيلا بالنون المكسورة، على أن لا هنا ناهية جازمة، والنون المكسورة نون التوكيد. واستشهدوا أيضا بقراءة لقوله تعالى فدمرناهم تدميرا، وهي فدمرانهم تدميرا، فدمرانهم، فالألف ألف الاثنين والنون نون التوكيد الخفيفة كسرت بعد الألف. واستشهدوا بقراءة أنذرتهم، أنذرتهم بتخفيف الهمزة الثانية إلى ألف، أنذرتهم فخففت الثانية إلى ألف فصارت ساكنة والنون ساكنة، أنذرتهم.
واحتجوا بقراءة جميع القراء لقوله تعالى كافها يا عين صاد، ففيها التقاء الساكنين في وصل الكلام في قوله كاف وفي قوله عين. واحتجوا بقول العرب التقت حلقتا البطان، كذا رويت عنهم التقت حلقتا البطان، فالألف ساكنة ثابتة واللام ساكنة، حلقتا البطان. والذوق الآن لا ينفر من نحو اذهبان يا زيدان، اذهبان يا زيدان، لا ينفر الذوق من نحو ذلك، وخاصة مع هذه الشواهد التي ذكرنا بعضها، وإلا فإن هناك شواهد أخرى أيضا على التقاء الساكنين إذا كان الأول منهما حرف لين. ثم قال ابن مالك رحمه الله وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. يقول الفعل المسند إلى نون الإناث يعني نون النسوة، نحو يا نسوة اضربن أو يا طالبات اذهبن، إذا أكدناه بالنون فيجب أن تزاد ألف قبل نون التوكيد. لما؟ كي تفصل بين نون النسوة ونون التوكيد كراهية توالي الأمثال. فماذا تقول في توكيد يا نسوة اضرب؟ تقول اضرب ناني يا نسوة، الفعل اضربن، تأتي بنون التوكيد ثم تأتي قبلها بألف فاصلة اضرب ناني يا نسوة، اذهب ناني يا طالبات، لا تهمل ناني يا معلمات، بل اجتهد ناني في التدريس، وهكذا. قلنا إذا أضفنا ألفا فاصلة بين نون النسوة ونون التوكيد فيجب أن تكون نون التوكيد حينئذ هي الثقيلة، لأن الخفيفة عند الجمهور لا تقع بعد الألف، فلا يجوز عندهم أن تقول اذهبنا يا طالبات، ويجوز عند الكوفيين ويونس أن يقال اذهبنا يا طالبات بالسكون أو اذهبناني يا طالبات بالكسر. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى واحذف خفيفة لساكن الردف، واحذف خفيفة لساكن الردف. ذكر ابن مالك رحمه الله في هذا الشطر حكم نون التوكيد الخفيفة إذا وقع بعدها ساكن، إذا ردفها ساكن يعني جاء خلفها ساكن. يقول ابن مالك رحمه الله إذا وقع بعد نون التوكيد الخفيفة متحرك فإنها تثبت، تقول اضربا يا زيد، أكرما أباك، اذهبا بسرعة، لا إشكال في ذلك. وأما إذا وقع بعدها ساكن فيجب حذفها وإبقاء الفتحة قبلها دليلا عليها، نحو اضربا الرجل، اضرب مؤكد بنون التوكيد الخفيفة اضربا الرجل مبدوء بأل أولها ساكن، فإذا وصلنا الكلام سيلتقي ساكنا يعني جاء بعد نون التوكيد ساكن، كيف نتخلص هنا من التقاء الساكنين؟
العرب هنا التزمت في التخلص من التقاء الساكنين حذف النون ولم تكسر النون، فماذا تقول؟ تقول اضرب الرجل، اضرب بن تحذف النون وتبقى الفتحة قبلها دليلا عليها اضرب الرجل. فإذا قال اضرب الرجل فتعرف أنه أكد الفعل بالنون ثم حذف النون. لكن لو قال اضرب الرجل لعرفت أنه أراد اضرب الرجل ثم وصل فالتقى ساكنان فكسر الأول اضرب الرجل. وكذلك تقول أكرم الأب، هي أكرمن ثم حذف النون فقال أكرم الأب. اذهب الآن، اذهبن رحمكم الله. ولو قال اذهب الآن لا أتى بالفعل دون توكيد. ومن ذلك قول الأضبط ابن قريع السعدي وهو شاعر جاهلي قديم قال لكل هم من الهموم سعة والمسي والصبح لا فلاح معه ولا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه فاقبل من الدهر ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفعه. والشاهد في قوله ولا تهين الفقير، والأصل لا تهينا الفقير ثم حذف نون التوكيد الساكنة وأبقى الفتحة قبلها دليلا عليها فقال لا تهين الفقير. ولو لم يرد نون التوكيد الخفيفة لكان يقول ماذا؟ لا تهن الفقير. نعم. وبعد أن قال ابن مالك واحذف خفيفة لساكن الردف قال وبعد غير فتحة إذا تقف، يعني احذف النون بعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. ذكر ابن مالك هنا حكم الوقف على نون التوكيد الخفيفة، كيف تقف على نون التوكيد الخفيفة. والخلاصة في ذلك أن حكمها حكم التنوين، حكم التنوين كيف تقف على التنوين؟ إن وقفت على تنوين الفتح كقولك رأيت رجلا تقلب التنوين ألفا تقول رأيت رجلا، وإذا وقفت على تنوين رفع أو نصب كقولك جاء رجل أو مررت برجل ماذا تفعل بالتنوين؟ تحذفه، تقول جاء رجل ومررت برجل. فهذا حكم نون التوكيد الخفيفة عند الوقف. الخلاصة أن نون التوكيد الخفيفة إذا كان ما قبلها مفتوحا فتقلبها ألفا، وإذا كان ما قبلها مضموما أو مكسورا فإنك تحذفها. هذه القاعدة العامة. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى إذا وقفت على نون التوكيد الثقيلة، إذا وقفت على نون التوكيد الثقيلة وجب أن تقف عليها نونا ساكنة كجميع الحروف المشددة إذا وقفت عليها. كيف تقف على نون التوكيد في قولك اذهبن يا زيد؟ اذهبن، كل الحروف المشددة إذا وقفت عليها كيف تقف عليها؟ تقف عليها ساكنة. فإذا وقفت عليها ساكنة صارت حرفين أم حرفا واحدا؟ حرفا واحدا.
مثل مر زيد بسرعة، تفعل الفعل مر، ماذا تقول؟ مر، خلاص. أما إذا وقفت على نون التوكيد الخفيفة فتنظر إلى ما قبلها، فإن كان ما قبلها ضمة أو كسرة فيجب فيها أمران: الأول أن تحذفها، أي تحذف نون التوكيد، والثاني أن ترد إلى الكلمة ما حذف من أجل نون التوكيد، نحو الوقوف على نون التوكيد في قولك اذهب يا رجال، أو اذهب يا هند، كيف تقف على نون التوكيد هنا؟ اذهبوا يا رجال، اذهبي يا هند، ماذا فعلت؟ حذفت نون التوكيد الخفيفة وأعدت ما حذفته من أجل نون التوكيد. ما الذي يحذف من أجل نون التوكيد؟ هذا شرحناه من قبل، واو الجماعة ويا المخاطبة. فتقول اذهبوا وتقول اذهبي. أما لو أردت أن تقف على نون التوكيد الثقيلة المشددة في اذهبن يا رجال واذهبن يا هند، فإنك تقول ها اذهبن واذهبن. نعم، وهذا هو قول ابن مالك: وبعد غير فتحة إذا تقف. وبعد غير فتحة، ما غير الفتحة؟ الضمة والكسرة. إذا كان الذي قبلها ضمة وكسرة فإنك تحذفها عند الوقف. واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، يعني واو الجماعة ويا المخاطبة. هذا إذا كان ما قبلها ضمة أو كسرة. أما إذا كان قبل نون التوكيد الساكنة فتحة فالحكم أن تقلبها عند الوقف ألفا. تقول في نحو يا زيد اذهبا واجلسا ولا تهملا دروسك، قف على نون التوكيد الخفيفة هنا، ماذا تقول؟ تقول يا زيد اذهبا، يا زيد اجلسا، يا زيد لا تهملا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لنسفعن بالناصية، وقوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. عند الوقف على نون التوكيد في اللغة وفي القرآن كيف تقف على لنسفعن بالناصية؟ تقول لنسفع، فتقلب ألفا. وكيف تقف على ولا يكون من الصاغرين؟ ولا يكون. نعم، ومن ذلك قول الشاعر إياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، والله فاعبدا. القياس أن يقول والله فاعبدي، والله فاعبدي. لو أراد فاعبد فعل أمر مبني على السكون فاعبد، ثم أراد أن يحركه من أجل القافية لحركه على أصل التقاء الساكنين وهو يتخلص بالكسر فيقول فاعبدي، ولكنه قال فاعبدا لأنه أراد فاعبدا، فلما وقف على نون التوكيد الخفيفة الساكنة قلبها ألفا. هذا البيت من قصيدة للأعشى الأكبر ميمون ابن قيس التي مدح بها النبي عليه الصلاة والسلام وقدم لينشدها بين يديه، ولكن قريشا منعته من ذلك فامتنع فلم يذهب إليه ولم يسلم. وهذا هو قول ابن مالك وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. مثال ابن مالك قفا
عند الوقف على قولك قفا يا زيد تقول قفا. وهذا الحكم استعمله ابن مالك في ألفيته في أكثر من موضع، ونبهنا على شيء منها كقوله في باب اسم الإشارة: وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولد البعد انطقى، ما قال انطقي. وقوله فيه: وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا. وقوله في باب الابتداء: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. وقوله في باب لا التي لنفي الجنس: ركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني افتحا، مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا، مع أن لا نافية جازمة، فلم يقل لا تنصبي وإنما قال لا تنصب، أراد لا تنصبا. وقوله في باب الإضافة: والثاني يجرر وانو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا، وغير ذلك من الأبيات. ومن أجل ذلك انتقدوا الشيخ خالد الأزهري، تعرفونه، صاحب التوضيح بمضمون التوضيح، التصريح بمضمون التوضيح، وله كتاب مشهور اسمه إعراب الألفية، أعرب الألفية كلمة كلمة، وهو كتاب مهم لمن أراد أن يطبق على الإعراب، لم يشرحها وإنما فقط عربها إعرابا. قال في إعرابه لقول ابن مالك في باب الحكاية: قال: ووقف نحكي ما لمنكور بمن، والنون مطلقا، والنون حرك مطلقا وأشبعا. قال: وأشبعا مؤكد بنون التوكيد الخفيفة. وهذه غفلة منه عن هذا الحكم النحوي الذي حكاه السيوطي عن النحويين إجماعا، وهو أن نون التوكيد الخفيفة إذا وقفت عليها تقلب ألفا وجوبا. يتلخص مما سبق، الآن انتهت أبيات ابن مالك في هذا الباب، يتلخص مما سبق أن نون التوكيد الخفيفة تنفرد عن نون التوكيد الثقيلة بأحكام. الأول أنها لا تقع بعد الألف عند من؟ عند الجمهور. الثاني أنه يجب حذفها قبل الساكن، إذا وليها ساكن فيجب أن تحذف وأن يفتح ما قبلها. الحكم الثالث أنها تعطى في الوقف حكم التنوين، فتحذف بعد الضمة والكسرة وتقلب ألفا بعد الفتحة. وهنا ملحوظة في قول امرئ القيس في أول قصيدته المشهورة المعلقة، ماذا قال؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. اختلفوا في تخريج قوله قفا مع أنه يخاطب واحد، فمن هذه الأقوال أنه أراد قفا بنون التوكيد الخفيفة ثم وقف عليها فقال قفا، ثم عامل الوصل معاملة الوقف، وهذا أمر نبهنا عليه، يجوز للمتكلم خاصة المرتجل أن يعامل الوقف معاملة الوصل أو يعامل الوصل معاملة الوقف، فقال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ومثل ذلك قيل في قوله سبحانه وتعالى: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، فقيل إن المراد ألقين بنون التوكيد الخفيفة، وعند الوقف صارت ألقيا ثم عمل الوصل معاملة الوقف فصارت ألقيا في جهنم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب نوني التوكيد. فإن كان هناك من سؤال، وإلا أزجينا بقية الوقت بذكر بعض الشواهد والتمرينات. نعم نعم، تحذف النون وتعيد الواو. مكتوب يعني الكتابة مكتوب نون. نعم أحسنت، تنبيه جيد. نعم، الذي نقوله الآن يتعلق بالنطق، أما الكتابة فلا تتغير. يعني تقول
أضربا يا زيد محمدا، هكذا تكتب بالنون، لكن لو أردت أن تقف عليها لسبب من الأسباب فتقول اضربا وتبقى النون مكتوبة، فهي تقلب ألفا في النطق لا في الكتابة، هذا في اللغة. أما كتابة المصحف وهي كتابة توقيفية على ما كتبه الصحابة في وقت عثمان رضي الله عنه. نعم. وكذلك لو قلنا مثلا يا رجال اذهب بسرعة، ثم وقفت على اذهب لسبب من الأسباب تقول يا رجال اذهبوا في النطق، أما الكتابة فتبقى على ما هي عليه. نعم. في آخر الأبيات يعني الكتابة الشعرية لها أحكام أيضا قد تختلف عن أحكام الإملاء، فلذا قالوا الخطوط ثلاثة خطوط، الخط العثماني والخط الإملائي والخط العروضي، فالشعر قد تختلف فيه بعض الأحكام الإملائية وخاصة فيما يتعلق بالقافية. نعم. لعل نقف كأن الوقت لا يتسع للشواهد والتمرينات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.